الموضوع الثاني اللي انا عايز اتكلم فيه، اتمنى لكل جماهير النادي الاهلي تبقى سامعاني. في البعض من الصفحات بينساق وبيقول لك ده بيساند المجلس ومش عارف ايه. هو اللي قبلنا واشتغلوا في القناه 9 سنين ولا 10 سنين كانوا بيعملوا ايه؟ بيعبر عن سياسه النادي اللي انا بقول لحضراتكم. دي قناه النادي الاهلي. لو ما دفعتش عن ناديها نسميها قناة، أقول إيه، مش عايز أسميها أي اسم تاني. واللي عايز يسمع إهانة ناديه يروح يسمع في حتة تانية. ومش إحنا الشخصيات اللي تزايد وتبتز المسؤولين وألعب على كل الأوتار عشان أستفيد. وفي الأول وفي الآخر تاريخنا جوه النادي الأهلي اللي هو فيه شوية بطولات قد كده مش هيسمح لنا ان احنا نضحك على الناس، لان في مواضيع تخص جمهورنا وتخص نادينا وتخص صفقاتنا، سواء صفقات اشتغلنا مع حضراتكم بضمير وحافظنا على نادينا، ووقت لما حبينا نعمل يعني تشويق لجمهورنا عملنا كده وقلنا لكم في 7 صفقات ولقيتوا 7 صفقات موجودين، ولما اتقال لكم في مدربين جايه وقلنا لكم الكلام ده مش صح وكله يطلع يزايد على مسؤوليتي مش عارف الحصري فلان الفلاني مش عارف ايه الحق انفراد، وطلع الكلام كله مش موجود وقلنا لكم كل ده غلط اللي جاي مدرب كبير، قلنا جملتين وفاكرين. البعض طلع قبل كده احمد الشيخ الصفقه باظت مش موجوده، قلنا لكم احمد الشيخ الساعه 5 بكره في التدريب. انا ما بننساش لان لازم لما نطلع نقول لحضراتكم حاجه يبقى معانا مستند، يبقى عارفين اللعيب 100% لابس فانيله النادي الاهلي، يبقى عارفين لما بنتكلم على لائحه استرشاديه الهدف منها ايه وبيودوكوا لطريقه وبيكذبوا. فالنهارده هنتكلم. اتكلمنا على اللائحه الاسترشاديه اكتر من مره، ووجهنا نداء لاعضاء الجمعيه العموميه المحترمين. هي لعبه. واللعبه دي فيها شويه اسئله. قبل ما ادخل في الموضوع، لان في احد الاعلاميين اتكلم كلام غير موضوعي وغير حقيقي، واتحدى على الهوى اللي انا هقوله هو اللي صح ولا الاعلامي اللي قاله امبارح هو اللي صح. خليكم فاكرين كلامنا عشان تعرفوا لما يبقى معاك مستند ولما تبقى طالع عندك ثقه في نفسك ما بتلوش تقول اي حاجه بتبني مصداقيه. هو ده الانفراد. والمصداقيه مش اللي انا اكذب واعتمد على الناس بتنسى. فمن هنا شويه اسئله انا هناقش اللائحه الاسترشاديه من حتة تانية خالص، وهوجه رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية في الآخر للي بيزعلوا واللي بصفحات. والله ما بزعل، عارفين ليه؟ وأنا دايما وأنا بتكلم بحاول أرجع للذكريات القديمة وقد إيه جمهورك كان بيعاقبك وأنت بتلعب. وعشان كده بنطالب بعودة الجماهير. أنا بكلمكم بخبرة سنين طويلة وبخاطب الاهلاويه الجدعان الرجاله اللي بيحبوا الاهلي اللي طول الوقت بيبصوا للوجو بس. انا بعشق الاهلي وانا والله بتعامل مع حضراتكم بالمبدا ده. انا حاطط الاهلي قدام عيني. لو ابني قرب من نادي الاهلي انا اول واحد هكون ضده. وربنا يعلم لوحده احنا نوايانا ايه وبنشتغل ازاي. فاللائحه الاسترشاديه لما تلاقوا 5 6 7 هي الحلقه بس، دي حاجة تثير للجدل. طب مش معنى دول، طب الأهلي بيقاتل وقناته عمالة تتكلم، قناته بتدافع وتبقى هي رد الفعل، هي مش الفعل. لكن النهاردة بقى إحنا الفعل وهنستنى ردود الفعل. بمعنى إيه؟ بمعنى عندنا شوية أسئلة صغيرة بسيطة جدا 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 ومذاكرين كويس، على عكس حد بيشوف يتصل بالمسؤول إيه رأيك النهاردة؟ اصل في محروس بتاع الوزير ده كتير قوي. فيروح جاي النهارده ايه القعده كان فيها ايه عشان طب لو الاهلي قعد يومين في الانتخابات هل هيجيبوا ال 12 ونص؟ طب اللائحه الاسترشاديه دي هتعمل ايه فيها لو النادي الاهلي صمم على رايه وبتاع. فانا عندي شويه اسئله منهم للدكتور حسن مصطفى وللاعلامي ذات نفسه و سيادة الوزير اللي أنا بحترمه جدا جدا وبكرر تاني لأن الأمانة دي الحقيقة. طيب السؤال الأول، أنا بعمل لائحة استرشادية، مين المستفيد
اللي انا احط ازدواجيه الجنسيه حد في اتحاد معين؟ اكيد عارف بس مش هقول، بس عايز حضراتكم تردوا على الاسئله دي، وبعدها احنا هنكلم نحاول نتواصل معاك لاداره النادي يخليها يوم. لا انت كده ما بتقاتلش على جمعيتك العموميه، انت كده بتدور على هدف شخصي. فحد يرد على شويه الاسئله البسيطه دي، اسئله سهله وبسيطه. حضراتكم كل شويه بتطلعوا علينا وبتقولوا لنا اللائحه الاسترشاديه دي حاجه فظيعه وعظيمه والله، وما جاش قبلها ولا بعدها. طب انا موافق. طب حد يرد لنا على الاسئله البسيطه دي. بند الازدواجيه في الجنسيه، يعني ممكن تلاقي حد في النادي الاهلي زي ما قلت قبل كده مش عارف معاه جنسيتين، هي مش معموله عشان النادي الاهلي للامانه، هي معموله عشان شخص تاني او اتحاد تاني. هو دي مش حاجه تزعل؟ انا نفسي حد يرد من الاشخاص اللي انا قلت عليه، هي معموله ليه؟ هو ده صح؟ سؤال بيطرح نفسه. طيب سيبوكوا من كل ده يا جماعه، وانا يعني هعمل مقارنه بسيطه جدا على، انا بعيد عن السياسه، بعيد عن السياسه، هتكلم على حدودنا. اخويا واخوك اللي في الجيش، اللي ساكن فوقيه واللي ساكن تحتيه وفي العماره اللي جنبي واللي قريبك وقريبي وكل الكلام ده كله، بنقعد اول ما بيحصل استشهاد لحد، الوطنيه احنا مع جيشنا ومع شرطتنا والناس دي بتضحي عشاننا. تعال بقى ننقل الكلام ده نطبقها على القوانين اللي موجوده في اللائحه الاسترشاديه. تخيلوا اللي في اللائحه الاسترشاديه، ده سؤالي التاني، اللائحه الاسترشاديه فيها اللي انت اللي ما قضاش الخدمه العسكريه بتدفع غرامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلي نادي الوطنيه، يبقى في حد في الانتخابات، طب دي ليها علاقه باشخاص او نجوم او رموز؟ لا، اللي انا بقوله ده كلام مفتوح خالص، انا بشرح لبعض الصفحات المموله وبعض المواقع المموله، وكل ده هيظهر اليوم اللي جاي. خليكم فاكرين كلامي كويس جدا جدا جدا. انت لما حد تعب وشقي عشان يفرحك بيتاخد اوردر تشتمه عادي كده؟ بس هو مش هيزعل لان كان بيلعب قصاد ملايين في البيوت وملايين في الشوارع وملايين في الاستاد ولفات في الاستاد بتتفرج، فبالتالي بيعرف يتعامل مع الامور دي كويس، مش هيزعل. هو زعلان عليك اللي انت بتشتم رمز من عندك، هو زعلان عليك مش زعلان منك، سواء لشخصي او لاي حد تاني عادي جدا، لان اللي قبل يشتغل في الاعلام يتحمل، واللي في اي منصب عام يتحمل، ده الاصول. لكن والله ببقى زعلان عليك لو حد يبقى بيمثل ناديك وتتطاول عليه، عادي جدا، لغايه لما يثبت اللي وجهه نظرنا صح وكلامنا صح. مش عايزك تعتذر، عايزك تفهم ان انا كنت امين معاك ومش بكذب عليك، كنت خايف على ناديه مش على اشخاص، كنت خايف حد يتآمر على ناديه وحد يبقى واصي على ناديه. والنهارده هتشوفوا الحقائق بعد شويه، بس انا الدباجه الاولانيه دي كان عندي شويه اسئله. السؤال الثاني، الاهلي نادي الوطنيه اللي بجد، تقبلوا حضراتكم اللي يبقى فيه حد ما اداش الخدمه العسكريه وجنودنا اللي بيموتوا وهم نفس الاشخاص؟ ربنا يصبر اسركم. تمثيليه ما بيقولوهاش من القلب، لو بيقولوها بالقلب كانوا هيقولوا اللي موجود في اللائحه الاسترشاديه ده حرام، لان انت هربان من اداء الخدمه العسكريه والواجب الوطني، بكافئك تبقى عضو مجلس اداره وبكافئك تبقى رئيس نادي. عارفين ليه؟ عشان دي التورتايه الثانيه، في ناس مسؤولين ما قدموش الخدمه العسكريه سيب ونسيب، ملهاش علاقه ولا برموز جوه الاهلي ولا بافراد ولا باشخاص، يبقى انا بتكلم غلط؟ واحده واحده ومعاكم بالراحه. يبقى كده السؤال الثاني، انا بس حد من الاشخاص اللي انا قلت عليها يرد عليا في الاسئله دي، ولو
حصل حوار وانتوا بتهربوا من الحوار اصلا، عشان كده ما استدعوش النادي الاهلي اللي يقعد في الحوار، فما تحبوش المواجهه عشان التورتايه المتوزعه دي. انا بتكلم على بلاطه كده زي ما رجل الشارع البسيط بيقول، وهي دي الحقيقه. السؤال الثالث، وده حاجه جميله قوي، هرجع اقول وانا قلته مره واثنين وثلاثه ومش هزهق. قال لك اللجنه الاولمبيه هي اللي بتدير، وفي عظمه في الكلام. العظمه لله وحده، مفيش مسؤول يكلم النادي الاهلي كده ويقبل ابدا، ولا مشجع اهلاوي ولا عضو جمعيه عموميه ولا اي مسؤول. اللهجه اللي فيها التكبر والعظمه. فهنا السؤال الثالث، تخيلوا ناس مسؤوله عن لجان كبيره ومش حافظه القانون الاتحاد الدولي بيقول ايه. يا جماعه ذاكروا كويس، ابوس رجليكم. الماده 19 و20 و21، لكن 19 اللي انا بقول عليها كل مره. هاتوا الدكتور محمد فضل الله على التليفون يقول لنا الجمله بس بتاعت البند ده، يا ريت يدخل معانا وهتعرفوا احنا مذاكرين ولا بنطلع نزايد عشان مصالحنا مع ناس ضد ناس. اسمعوا بقى السؤال الثالث هنا. المادة 19 ممنوع أي تدخل، أي جهة فوقية، حط ما بين قوسين سلطة في الأندية، ولا فرد، فيما معناه أن ما تبقاش واصي على أعضاء الجمعية العمومية، هم اللي يجيبوا مين اللي يدير، وهم اللي يمشوا، وهم اللي يسحبوا الثقة. حضرتك النهاردة عامل لي لائحه استرشاديه تدخل غير طبيعي جوه، بتفرض عليا لائحه وحاطط لي بنود تعجيزيه، بوجد لك الحلول تقول لي لا. فهنا السؤال، هو حضراتكم مش الماده 19 بتقول كده؟ جاي النهارده تقول لي اللجنه الاولمبيه اساسا المنوط بيها الاتحادات، مالهاش دعوه بالانديه. فكره اللجنه الاولمبيه في الزمالك جنبنا هنا، ولا هنا في جنبنا الشيخ زايد، ولا جامع الحصري، كأنك جايب لنا ورق كده ويعدي علينا. تعمل كده مع الضعاف، مع الطيبين، لكن تعملش كده مع الأهلي، لأن الأهلي بيقاتل على حقه. لو إحنا ملناش حق مش هنتكلم أساس، هنقول حاضر ونعم وهنمشي في الصف. لكن جاي عايز تبقى واصي على النادي الأهلي وهتمشي لنا فكرة اللي عايشين فيها بقالنا 3 4 سنين. الورق بيجي من جنبك من هنا من الشيخ زايد، لكن بعد هنوقف الرياض يا راجل. ده بجواب قد كده توقف النشاط؟ كويس اللي فريق العمل متابع معانا وجاب لنا الدكتور محمد فضل الله المحترم. انا الاتصال دوت عشان يقول لنا الجمله اللي احنا بنقولها احنا، لان الراجل في احد الاعلاميين برضو قال لك ايه، ولا خبراء لوائح ولا مش عارف ايه، والاسلوب اللي هو لا يليق. على الاقل نحترم الناس يا راجل. فمعانا الدكتور محمد فضل الله، الشخصيه المحترمه جدا، ولما نتكلم في لوائح نجيب اهل القصه. فهو الراجل اهل القصه، بيذاكر وعامل شغل كويس في دبي، والناس بسم الله ما شاء الله منصب ورا منصب، حاجه محترمه ومشرفه. انا بتصل اساله عشان حاجه واحده، ومش عايزين نفتي وملك في المدينه. دكتور محمد فضل الله خبير اللوائح، برحب بحضرتك في البدايه، وبتصل بحضرتك عشان اسالك سؤال، بس برحب بحضرتك في البدايه يا دكتور. شادي يا حضرتك، ربنا يخليك. دكتور محمد لو سمحت، المادة 19 و20 من و21 من قانون الاتحاد الدولي بتقول ايه لو سمحت يا دكتور؟ فيما يتعلق بايه بالظبط؟ فيما الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا الاتحاد الدولي لايه؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم المادة 19 و20 او الميثاق الاولمبي المادة 19 و20 و21.